اهلا بيك يا زوائد. اهلا وسهلا، اتفضل استاذ هاني اتفضل. يعني احنا بنتكلم في الموضوع الثوره ده وبنخفي حاجه مهمه جدا جدا يا زوائد. اتفضل. نغفل دور الفن في ثوره يوليو. دور الفن عندك حق، انا اشرت اليه. يعني احنا حتى الاغاني التي تهز مشاعرنا، تدغدغ عواطفنا، تشحذ وجداننا، كلها هي فن. يعني بالضبط، يعني انا بعتبر ان الاغاني ثوره يوليو اصدق ما قيل في السيره الذاتيه للثوره بصراحه. يعني عندك حق، شفنا على مر الزمن التخبط اللي حصل ما بين قياده الثوره او مركز الثوره او الاعضاء، من مثلا السيد حسين الشافعي مع جمال حماد، في تخبط حصل وفي كلام متناقض وفي الانا كانت عاليه قوي قوي. انما لما نرجع لالتفاف الشعب حول الثوره كان بمقتضى الاغاني اللي حدثت. لو نلاقي مثلا على الدوار راديو بلدنا هجيب اخبار، هنلاقي خمس فدادين، هنلاقي عبد الحليم بالاحضان والاشتراكيه وقلنا بنبني السد العالي، ناصر كلنا له بنحبك يا جمال يا حبيب الملايين، حتى في المواساه 67، حتى في 56. يعني وعدى النهار في المساء دي. هتلاقي في 67 برضه المواساه من عبد الوهاب، طول ما امن معايا وبدايه فلاح، هتلاقي عبد الحليم فدائي، هتلاقي كل الاغنيات على مر من اول الثوره لحد 56 لحد 58 الوحده لحد 67. كل ده اغنيات بتعبر عن نبض الشارع المصري. وبجد الاغاني دي عملت لحمه شعبيه حول الثوره عشان تنجح الثوره بصراحه. والله يا استاذ اللي انت بتقوله ده، احنا كنا امبارح في اول امبارح كان احتفال خريج كليه الشرطه، وامبارح الكليه الحربيه، الاغاني المصاحبه للعرض العسكري عشان تشحذ وجدان الطلبه، هي الاغاني اللي انت بتتكلم عنها دي كلها بتستدعيها. كل دي الاغاني بتستدعيها من زمن الفايت. يعني انا نفسي ان لا، يعني ما نغفلش دور الفن لانجاح الثوره والسيره الذاتيه. حتى 73 حتى العبور طبعا كان برضو اغاني ليها دلالات على ان العبور ده كان نصر، من نصر يعني كبير جدا جدا، نصر ما حصلش في تاريخ الأمة العربية. طبعا. بس أنا مؤاخذة على الأحضان، الكاتب طبعا الكبير الأستاذ صلاح زين على ما أعتقد، لما بقول وزعيمك خلاكي زعيمة، لا، مصر ما حدش خلاها زعيمة من أيام أحمد، ما حدش، مع احترامي الكامل. دي في أغنية يعني بالأحضان لما يتقال فيها وزعيمك خلاكي زعيمة، دي كلمة جرحتني وانا بسمعها. وزعيمك خلاكي زعيمة، فيها شخصنة شوية. مصر زعيمة ايا كان، مع كامل احترامي وتقديري واجلالي للزعيم عبد الناصر، بس ما يتقالش زعيمك خلاكي زعيمة. طبعا. وانا يعني اعتقد لو تأمل فيها الجميع كان ممكن حذفوها، يعني انه مهما كانت زعامة عبد الناصر، لكن مصر لم تبدا بعبد الناصر، يعني ولا احد يستطيع ان يقول ذلك. مصر قيمه كبيره دائما. يعني شكرا استاذ هاني. عايز تقول حاجه تانية في الاغاني؟ طب ربنا يخليك، بس دي جدا اشكرك استاذ هاني. هطلع